بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز والدین، عزیز طلباء و طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب خیریت سے ہیں؟ ناظرین، سورہ بقرہ ہم سبکن پڑھ رہے ہیں، تو 35 رکوع سورہ بقرہ کے ہم نے مکمل کر لیے تھے. اب ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 36 پڑھتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 36 کہاں سے شروع ہو رہا ہے. جی ناظرین، یہاں سے سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 36 شروع ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الذین مثل الذین لام کو لام کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ لام مشدد ہے. مثل الذین ينفقون یہاں پہ نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف اخفاء ہے، تو یہاں پہ غنہ کر کے پڑھیں گے. ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ سبیل اللہ کمثلی حبۃ
حب زبر حب زبر با حب تا دو زیر تین حباتین حباتین اور یہاں پہ غنہ کریں گے امباتت 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 تا تا زبر تت امباتت سبع سین با زبر سب عین زبر آ سبع سبع سنابلا سبع سنابلا سنابلا سبع سنابلا في كل في كل في كل سنبلة مئة یہاں پہ غنہ ہوگا سنبلة مئة مئة پھر یہاں پہ بھی غنہ کریں گے میم مشدد ہے سنبلة مئة في كل سنبلة مئة حبة 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 کو حبة یعنی تا کو ہا سے بدل دینا ہے حبة والله 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 يضاعف والله يضاعف والله يضاعف يضاعف لمن يشاء لمن يشاء والله يضاعف لمن يشاء والله 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 واسع واسع عليم والله واسع عليم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين 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 ينفقون یہاں پہ بھی غنہ کریں گے ينفقون الذين ينفقون
ينفقون أموالهم 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 في سبيل الله في سبيل الله في سبيل الله ثم لا يطبعون ثم لا يطبعون يا تا پیش يط بازر بی عين واو پیش او يطبعو نون زبرنا يطبعون ثم لا يطبعون ما أنفقوا ما أنفقوا أنفقوا منا ولا یہاں پہ بھی غنہ کریں گے منا ولا منا ولا اذلهم حمزہ زبر آ ذال لام زبر ذل لام زبر لا اذل حامیم پیش ہم اذلهم منا ولا اذلهم اجرهم 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 عند ربهم عند ربهم منا ولا أذلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف ولا خوف عليهم عليهم ولا هم ولا هم يحزنون يحزنون الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله في سبيل الله ثم لا يطبعون ما أنفقوا ما أنفقوا منا ولا أذلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة اس کو غنوں کے ساتھ ایسے کر کے پڑھنا ہے جیسے میں نے یہاں سے لے کر یہاں تک ایک ہی سانس میں پڑھا ہے قول معروف قول معروف معروف قول معروف ومغفرة
فا کو واؤ کے ساتھ ملائیں گے، فا دو پیش واؤ، فون معروف و مغفرت، معروف و مغفرت خیر من صدقت یتبعها. یہاں پہ بھی غنہ ہوگا اور یہاں پہ بھی غنہ کریں گے. خیر من صدقت خیر من صدقت 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 یتبعها اذى صدقت یتبعها اذى صدقت یتبعها اذى والله والله غني حليم غني حليم والله غني حليم قول معروف وصف قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا لا تبطلوا تبطلوا صدقاتكم صدقاتكم لا تبطلوا صدقاتكم صدقاتكم کو جب بالمنی کے ساتھ ملائیں گے تو پھر یہاں پہ غنہ کریں گے میم ساکن پہ. صدقاتكم بالمن صدقاتكم بالمن بالمن صدقاتكم بالمن والأذى بالمن والأذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى والأذى كالذي 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 ينفق كالذي ينفق كالذي
ينفق مالہو کی جو ہا ہے اس کو لمبا کریں گے ایک علم کے برابر، کیونکہ یہ مد اصلی ہے اس لیے ایک علم کے برابر یہ لمبی ہوگی. مالہو رئاء الناس، اس کو لمبا کریں گے اور یہاں پہ غنہ ہوگا. رئاء الناس ما له رئاء الناس ولا يؤمن ولا يؤمن يؤمن ولا يؤمن بالله بالله ولا يؤمن بالله واليوم الآخر واليوم واليوم يوم الآخر فمثله فمثله كمثل كمثل فمثله كمثل صفوان صفوان فمثله كمثل صفوان عليه صفوان عليه صفوان عليه تراب فأصابه كمثل صفوان عليه تراب فأصابه. یہاں پہ غنہ کریں گے تراب ان کے ساتھ، فا کو ملانا ہے تو غنہ کریں گے. كمثل صفوان كمثل صفوان عليه تراب فأصابه فأصابه وابل فتركه صلدا فأصابه وابل فتركه صلدا فتركه صلدا وابل فتركه صلدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا يقدرون لا يقدرون
لا يقدرون على شيء مما على شيء مما على شيء مما كسبوا كسبوا والله 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 لا يهدي لا يهدي دال لام زير دل لا يهدي القوم الكافرين والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء ما له رئاء الناس ولا يؤمن ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ومثل الذين ومثل الذين ينفقون 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 أموالهم ابتغاء أموالا اس کی جو میم ہے اس کو با کے ساتھ ملائیں گے ہا پیش ہو میم با پیش مب ہوں مب تازرتی ہوں مبتی غین الف مد زبر غ حمزہ زبر آ ہوں مبتی غ ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله مرضات الله مرضات الله وتثبيتا من
وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ یہاں پہ بھی غنہ ہوگا اور یہاں پہ ادغام ہوگا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا بربوة أصابها كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت وابل فآتت أكلها فآتت أكلها ضعفين فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها فَإِلَّمْ لَمْ مِمْ زَبَرْ لَمْ فَإِلَّمْ يُصِبْهَا فَإِلَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ فا زبر فا طا لام زبر طل لام دو پشلن فطلن وَابِلٌ فَطَلْن جب یہاں پہ وقف کریں گے ہم تو لام کو ساکن کر دیں گے فطل والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير
آیا ودو حمزہ زبر آ یا زبر یا واو زبر وا دال ود واو دال زبر ود دال پیش دو آیا ودو آیا ودو احدکم احدکم آیا ودو احدکم تکون له تکون له تکون له جنة من نخيل جنة جنة یہاں پہ غنہ ہوگا اور یہاں پہ بھی غنہ ہوگا پھر یہاں پہ بھی غنہ ہے یہاں پہ بھی غنہ ہے یعنی ان ایک یہ لفظ اور یہ لفظ اور یہ لفظ ان تینوں لفظوں میں غنہ کر کے پڑھنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ یہ مل رہے ہیں لفظ سارے جنة من نخيل وأعناب تجري من نخيل وأعناب تجري وأعناب تجري وأعناب تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار له فيها له فيها من كل من كل اب یہ جو کلی ہے لام سا کے ساتھ ملائیں گے کاف لام پیش کل لام سا زیر لف کل لف تا زبر تا کل لف سا میم زبر ما کل لف سا ما کل لف سا ما را کھڑی زبر را تا زیر تی کل لف سا ما را تی له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر أصابه ال ها لام پیش ال كبر وأصابه الكبر وأصابه الكبر وَلَهُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ ذُرِّيَّةٌ ضعفا یہاں پہ بھی غنہ کرنا ہے فأصابها فأصابها إعصار فيه غنہ کر کے پڑھیں گے إعصار فيه إعصار فيه
نار فاحترقت، نار فاحترقت. اعصار ان پہ بھی غنہ ہوگا اور نار ان پہ بھی غنہ ہوگا. اعصار فيه نار فاحترقت. كذلك كذلك يبين الله يبين الله كذلك يبين الله كذلك يبين الله لكم الآيات لكم الآيات يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون لعلكم تتفكرون لعلكم تتفكرون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ناظرین، سورہ بقرہ کے 36 رکوع یہاں پہ مکمل ہو گئے ہیں. اب ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 37 پڑھیں گے. یہ جو آپ نے سنا ہے اور پڑھا ہے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنے بھی کوشش کرنی ہے تاکہ قرآن کریم زیادہ سے زیادہ ہمیں اچھے طریقے سے پڑھنا آئے. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کو سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج مبين